نصب نادي سيدات الشارقة. منذ اللحظات الأولى وأنت على أعتاب الدخول إلى إمارة الشارقة، يشدك الإعجاب الشديد والكبير والتقدير العميق لما تتميز به الشارقة من روح ثقافية وإبداعية وجمالية فاتنة، لينتابك إحساسا يصل إلى فؤادك قبل عقلك بهذا الاهتمام الذي يتراءى لك من كل مكان، برسوخ الاهتمام ببناء الإنسان والتمسك بالحضارة وجذور الماضي التليد والقيم الصافية ونشر الثقافة، لتكون عنوانا لكل شارع وميدان تصل إليها قدميك في الإمارة الباسمة. في الشارقة لا شك أنك تفصح عن تقديرك لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الذي استطاع بعزيمته الصادقة أن يجعل من الخيال واقعا ومن الأحلام حقائق ملموسة تعيشها وتشهدها الشارقة، التي أصبحت بفضل إنجازاتها العظيمة مرعاة لفخر وفرح كل عربي. فالنصب التذكارية التي تزخر بها الميادين والشوارع تعبر عن عمق اهتمام الشارقة بروح الماضي من تراث وحضارة، ومزجها بروح المعاصرة من تطور وبناء شامخ، ورمزية تشكلها لك مفردات نصب إمارة الشارقة، وهي تحمل المعاني والدلالات على شواهد من رقي المكان وروعة الزمان على هذه الأرض التي حوت الثقافة والمعرفة والحضارة والعلم والنور في كل أجزائها، ونشرته في نسائمها للعالم لتعكس نهجا متفردا يبقى حاضرا وماثلا للأجيال في شكل منحوتات قيمة تحمل بهاء في الألوان ودقة في التصميم وتماهي في البناء. قبل الدخول إلى عالم النصب وما به من إبداع فريد وجميل، قلما أن يتوافر في نصب يحاكي هذا المشهد البارع في التصوير، والذي يعكس رفاهية إحساس مصممه من عكس لحركة الحياة الدائبة في تكوينه والتي رمز إليها بالطيور، ليكون الإبداع في هذا النصب امتدادا لمختلف المجسمات التي تقدمها الشارقة في كافة مواقعها، لتؤكد على مدى أفقها وحكمتها في بث رسالة عالمية إلى تكامل العقائد والأديان والألوان والثقافات بين الشعوب، والذي لا يعني أبدا صدام الحضارات ولا صراعها ولا إفناء أحدها للأخرى، بل يعني التعارف الذي نص عليه القرآن الكريم قبل 14 قرنا، حيث قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتكون اللوحة التعبيرية انموذجا متدفقا من سحر الأبصار في أيقونة السلام والمحبة إلى عالم اليوم من نادي السيدات بالشارقة، يطل نصب خاص وفريد بشكل رائع ولافت وتمثيل خاص، وكأن المعنى ليس كما يقال في بطن الشاعر، بل هو حاضر في كل جزء من تفاصيله وأنحائه الدقيقة، وما يحمله من مضامين في قيمة الطيور وطيرانها، بأننا مع الأنفس البشرية، مع النساء وهن شقائق الرجال، ومدى الإشارة إليهن بأنهن الطيور أو ما يحمله من قيم الصفاء، ومدى التقارب والتكامل، وكأن العالم نسيم في الطيور تسرح في الأفق. في الشارقة
نمضي بين رحابها العامرة وشوارعها التي تعج بالمركبات المتنقلة في أرجائها لنصل إلى نصب جديد يختلف عن بقية النصب التي تطالعها ناظريك في شوارع الشرقة. إنه نصب خاص انضم إلى قاطرة نصب إمارة الشارقة بموقعه القريب من البحر والممتد عبر شارع يحمل سمات الأناقة بتصميمه، وهو يأخذك إلى إحدى المواقع الهامة إلى نادي سيدات الشارقة، ومنه إلى مدخل النادي إلى نصب الطيور في نادي سيدات الشارقة بموقعه في مدينة الشارقة. نصب الطيور يواصل نسقه ووقوفه بجانب نصب إمارة الشارقة التي تتزين للناظرين كوسط حلقات متكاملة تؤكد موقع الشارقة كعاصمة للإبداع والثقافة العربية وبيان إنجازاتها العظيمة التي حققتها على مدى سنوات قليلة خطت فيها الشارقة بخطى متأنية واثقة على نهج قويم خطط له صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحكمة من أجل تأصيل الهوية الثقافية العربية الإسلامية، فكان الإنجاز الذي جاء عظيما ساميا مشرفا بقدر ما قدم من إنجازات وما يشع من نور حضاري وثقافي سيظل فخرا لأبناء الإمارات والأمة العربية جيلا بعد جيل يتلألأ مع هذا النصب ما يحمله من معاني قد تعجز الكلمات عن وصفه وتحديد أهدافها التي سعينا جاهدين لمقاربتها مع رؤية الشارقة وواقعيتها تجاه الثقافة، فضلا عن اهتمامها بالمرأة وإعلان دورها وكيانها وشأنها وما تقدمه من أعمال ومبادرات بجانب الرجل لتكون النصف الفاعل في البناء والتنمية. هي الصورة التي يرويها قصة نصب الطيور من أمام مدخل نادي السيدات الشارقة، هذا النادي الذي يعنى بالمرأة في مختلف ألوان حياتها ويتيح لها مناخا لممارسة رياضاتها المتنوعة ليصل إلى مصاف الأندية المتطورة والتي لها مشاركات محلية ودولية بفرق نسائية في عدد من الرياضات، أثبت جدارة المرأة الإماراتية وتفوقها في مجال الرياضة. ليعكس النصب ملمحا خاصا يستقبل النساء والسيدات والفتيات اللاتي يمارسن الرياضة والترحاب منذ الولهة الأولى للدخول، ويعكس بشكله ولمعان الشمس على هياكل الطيور وأجنحتها حرية الحركة وتحررها في فضاءات من الإبداع والهمة والنشاط والحيوية والاتجاه إلى العالمية وتحقيق النجاح تلو النجاح. يبرز نصب الطيور في مدخل نادي سيدات الشارقة الذي يطل على الخليج العربي كأيقونة نحتية تجمع بين قوة التكوين ورفاهيته وبين القدرة على تطويع الخامات المستخدمة وأبرز ماكناتها الجمالية والتعبيرية الشفافة في تقسيم بديع ربط بين حجم المجسم وأعداد الطيور به في لوحة دائرية تحفها المياه من كل جانب. فالعمل يجسد في صياغته النحتية المعاصرة سربا من الطيور على أهبة الطيران، ويظهر في التكوين أنها الطيور تتحلق في شكل شبه هرمي وحولها المياه محفورة في قاعدة الرخام وأخرى تحلق إلى الأعلى، وقد تداخلت أجنحتها المعدنية في نسيج تشكيلي متناغم يمنح الناظر بعدا شعريا غامرا ويأخذ المشاهد في نسيج تعبيري آسر. أبعاد النصب الرئيسية تصل في ارتفاعها إلى 6 أمتار، أما العرض فيصل إلى 6.5 أمتار، بينما المواد صنعت من الرخام في هيكله وهو أبيض اللون
أما الطيور فشكلت من الفولاذ المقاوم للصدى، وقد صنعت مواد النصب في إسبانيا وتم إنجازه في عام 1995 للميلاد. في نصب سيدات الشارقة تواصل الشارقة عراقتها واتصالها بالفنون البصرية المختلفة ومدى اهتمامها بالخصوصية، حينا من الوقت حينما أفردت نصبا خاصا يعنى بروح المرأة وطاقاتها الوثابة لتكون أمامها مع دخولها للنادي. فالشارقة بمجسماتها الفنية ونصبها الناطقة في أركانها ترسخ العراق تاريخية مدونة وصيت علمي واسع، استطاعت من خلاله أن تتبوأ مكانة ثقافية بارزة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية، كما أبرزت مساهمات متميزة في الثقافة الإسلامية والإنسانية واهتمام بالفنون ورؤية على الاهتمام بالإنسان في جميل حالاته من خلال اهتمام قيادتها الرشيدة بالأعمال العلمية والثقافية والأدبية والفنية لفنانيها وأدبائها ومثقفيها، لتقدم رؤية فنية مازجت الفن بالخيال وصدحت بالإشراق والانطلاق إلى الأفق، لتأخذ بيد المرأة إلى مدارج عليا من النجاح والتواجد ورمزية عالية التفكير وواقعية المبنى، بأننا في حديقة غناء تختص بالمرأة وتحيطها برؤية بصرية تدعوها إلى أن تحلق بطاقتها وشموخها وعلمها وفنها ومواهبها ورياضاتها إلى الإبداع والتميز وإثبات جدارتها مثل الطيور التي تحلق في السماء باحثة عن الحياة والنجاح، ومتخذة من العمل الجماعي والفريق الواحد شعارها ووحدتها ووجودها كتكوين لها ووجوده وتأثيره في المجتمع.